نشرة للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، ينتخب اليوم بنيويورك الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي والذي ترشحت له الجزائر. الجزائر السيدة في قراراتها الثابتة في مواقفها المرافعة عن قضايا القارة الإفريقية تستحق التواجد في أهم منبر دولي للسلم والأمن. نجوى جدي. بين أسوار مبنى الأمم المتحدة تخوض الجزائر حملة ترويجية كبيرة بملف دبلوماسي ثقيل لتبوؤ منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن لفترة ما بين 2024-2025، حملة ترفع فيها الجزائر شعار معا لإعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. هذا المستقبل الذي ترى فيه الجزائر ضرورة لبعث نبض جديد يطرق أبواب الدبلوماسية العالمية عبر جسر مد أواصره السيد رئيس الجمهورية. ينبغي إعطاء الأولوية لعضوية الجزائر المقبلة في مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024-2025 لمساهمة في الجهود الرامية لحفاظ على السلم والأمن دوليين. هذه هي رؤية الجزائر التي لا تنتفي مع قيمها بل وتتماهى مع مسيرتها وإنجازاتها. من هنا من جنيف يؤكد الكاتب والمفكر الدبلوماسي السويسري والمقرر الأممي المعروف جون زيغلير أحقية الجزائر في الفوز بمنصب العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن. Inspiré par le président Tebboune, est aujourd'hui d'une actualité d'une formidable importance dans les temps que nous vivons. Et l'élection brillante, certainement, le soutien que l'Algérie reçoit à cause de son prestige, de son passé héroïque, le combattant pour la liberté, que ce peuple, que cet État, que cette République-là, soit coopté par l'Assemblée générale aujourd'hui au Conseil de sécurité. وإن تبدو الجزائر في أحسن رواق لنيل المنصب، لكنها تواصل حملتها لحصد أكبر عدد من الأصوات في الأمم المتحدة. I want to support Algeria to become a member of the Security Council, especially since the President of the Republic, Mr. Tebboune, was chosen as a pioneer of the African Union in the field of combating terrorism and violent extremism. سيرة ومسيرة تاريخية صاغت مبادرات ووساطات كللت معظمها بالنجاح، وها هي الجزائر تسعى لرفع صوت إفريقيا وصوت العرب وصوت كل الدول المستضعفة لإسماعه لكل العالم. الشعب الجزائري دائما وابدا كان مع وحدة شعبنا الفلسطيني، وكما عدة مؤتمرات وعدة لقاءات جمعت القيادة الفلسطينية في الجزائر لكي يجسدوا الوحدة الوطنية. نترأس الجزائر لجامعة الدول العربية، رأينا كيف أنها استطاعت وبقوة أن تضع القضية الفلسطينية في أولويات سلم الجامعة الدول العربية، في أولويات عمل جامعة الدول، وهذا موقف كبير جدا ومشرف. دور جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في استتباب الأمن داخل إفريقيا بل وفي العالم دور مشهود ومشهور ومعروف. الجزائر أسهمت في تحقيق الأمن والسلام وقضايا التحرر في القارة الأفريقية قبل موجة التحرر في القارة الإفريقية وبعدها إلى غاية اليوم. إن الأزمة الليبية كانت ولا زالت بحاجة إلى دعم دولة الجزائر على وجه الخصوص كونها تمتلك مع ليبيا تراكما تاريخيا واجتماعيا. من هذه الثقة تستمد الجزائر روح دبلوماسيتها لتنفض الغبار على عقود من الزمن غيب فيها حاضر غالبية الدول بسبب ماض أرست قواعده بعض من الدول.
في شأن التربوي، وصلوا لليوم الثاني أزيد من 800 ألف تلميذ اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر كافة المؤسسات التربوية للوطن. اليوم الأول شهد استحسان التلاميذ والأولياء للظروف التنظيمية المحكمة والحرص على توفير جميع الوسائل البيداغوجية المادية والبشرية اللازمة. الظروف الحسنة سجلت أيضا بمراكز إجراء الامتحان بالمؤسسات التربوية في المناطق المتضررة بعد إعادة تهيئتها من مخلفات السيول الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة. كما تم تصدير مخطط خاص بالولايات الجنوبية لنقل المترشحين والمؤطرين الذين يقطنون بالمناطق الحدودية أو البعيدة. كما تمكن 280 محبوسا من اجتياز شهادة التعليم المتوسط بمركز إعادة الإدماج بولاية باتنا وسط ظروف تنظيمية لائقة، يقول يونسلك حلذيب. خلف هذه الأبواب الموصدة بمؤسسة إعادة الإدماج بباتنا، آمال وطموحات المساجين بمستقبل أفضل انطلاقا من نجاحهم في شهادة التعليم المتوسط. اليوم هذا الامتحان مهم جدا في حياتنا، وبربي إن شاء الله يوفقنا ربي إن شاء الله نطلع به النيفو تاعنا ونحتاجوه ما من برا، نديروا به دبلومات نطلع المستوى إن شاء الله. بربي إن شاء الله باش نجحوا ونخرجوا ونحتاجوه، نحتاجوا آخر برا، هذه هي الخطرة ديال الجيم وانا نعقب هنا. ما يزيد عن 280 مترشحا يجتازون هذه الشهادة بمركز الإجراء حملة وسط ظروف تنظيمية محكمة لإنجاح هذا الموعد، حيث قامت المؤسسة بتوفير جميع الوسائل المادية والظروف اللازمة لإنجاح هذا المسابقة، ونحن حارسين كل الحرص على النجاح. بما لا شك فيه أن هذه المحطة الشاهدة على النجاح سياسة إعادة الإدماج تعتبر يعني من النتائج الإيجابية اللي راهي في قطاع وزارة العدل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. مؤسسة إعادة الإدماج بباتنا تسعى وفي كل مرة لتحسين نسب النجاح، فحظ موفق لحياة أفضل. في الانشغال الصحي، تعزز قطاع الصحة بولاية وهران بمنشآت حيوية ومستشفيات جديدة ينتظر تدشينها قريبا، ما من شأنه تخفيف الضغط على الولايات المجاورة وإعطاء دفع أكبر للقطاع خاصة على مستوى تحسين الخدمة للمرضى. نوال سمعين فراجي. رصيد المنظومة الصحية ينتعش بوهران بعد الإضافة النوعية لعديد المنشآت الهامة والمتخصصة على غرار مستشفى الحروق الكبرى ومستشفى معهد أبحاث أمراض السرطان وكذا مستشفى وادي تليلات، سياسة حكيمة لرؤية مستقبلية تواكب التوسع العمراني وتزايد الكثافة السكانية. حاجة إضافية على الولاية على الوطن ثاني، كما يكون ينقص الضغط على الـUHU، راكم فاهمين؟ يا يوشو سياشو ثاني. مستشفى السرطان ماذا بينا نخفوا العبء على المستشفيات الاخرى. احنا ماذا بينا هذه الحاجه اللي تفيد المواطن كما نقولوا حنايا نزيدوا فيها المنشات هذه ماذا بينا. مستشفى تاع 120 سرير مجهز بثلاث مسرعات ضوئيه تقوم بالعلاج بالاشعه لفائده المرضى المصابين بالسرطان. فيما يخص هذا المرفق اللي رانا فيه لابوراتوار ناسيونال دو كونترول دو برودوي فارماسيوتيك، هو مخبر يقوم بمراقبه الادويه والاستعمال نتاعها على جميع مستوى المستشفيات والمرافق العموميه. السهر على مدى تقدم الأشغال والرفع من وتيرتها من أجل إنجاز هذه الهياكل وتجهيزها بمختلف العتاد الطبي، كلها مجهودات يتم الحرص عليها لتسليمها في الآجال المحددة. اليوم نسبة الأشغال فاقت 98% للعديد لمستشفى زوج مستشفيات وثلاث مستشفيات، يعني الأشغال منتهية 100%. ننتظر فقط يعني تجهيز من طرف مديرية الصحة، يعني بالنسبة لتجهيزات العمليات يعني دفتر الشروط تم المصادقة عليها، الإعلان على المناقصات. هي قفزة نوعية ستنعكس بالإيجاب لتطوير مستوى الخدمات الصحية.
في أعقاب الحركة الدبلوماسية التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية، أشرف اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف على مراسم تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة لوناس مجرمان خلفا لعمار بلاني الذي تم تعيينه سفيرا للجزائر لدى جمهورية تركيا. دوليا، انتفض سكان جنوب المغرب ضد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل في احتجاجات هي الأكبر من نوعها في المنطقة منذ ترسيم العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، محذرين من مخططات الصهاينة التي تستهدف استقرار المنطقة. ورغم الحصار الأمني الكبير والقمع والترهيب من نظام المخزن، خرج المئات من سكان مدينة أسا ألزاك في وقفة احتجاجية تنديدا بتنظيم مهرجان تطبيعي في المنطقة شارك فيه وفد صهيوني. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة بلدات وقرى بالضفة الغربية، حيث أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، كما اعتدى المستوطنون على عدد من الفلسطينيين جنوب قلقيلية بالضفة الغربية. عودة إلى أخبار الوطن، وفي مجال الفنون والثقافة افتتحت أمس ببجاية الطبعة 13 للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الأمازيغية، والتي جاءت تكريما للمجاهد الراحل الفنان أرزقي بوزيد. زاهر بطاش. المهرجان في طبعته 13 جاء تكريما للمجاهد الفنان الراحل أرزقي بوزيد. مسيرته استذكرها فاعلنا في المجال الفني، فقلما يزاوج مناضل بين حمل الرشاش والعود. أرزقي بوزيد الذي كافح الاستعمار بالسلاح وكافح باللغة بالغناء والمهرجان الثقافي المحلي للأغنية القبائلية باش نحافظوا على التراث نتاعنا الأغنية القبائلية. بابا فنان مجاهد المرحوم، وهكذا باش يعرفوا لا جوناس ومول باتريمون الجيريان يقعد. حفل الافتتاح كان فرصة للشباب المبدع ليبني مستقبلا فنيا يزاوج بين أصالة الفن ومعاصرة ما يطلبه المستمع. يعني هذه فرصة يعني لا جوناس ولا لي جون باش يبينوا يعني القدرات تاعهم، ونبينوا يعني الجزائر ولا العالم بأكمله باللي الجزائر عندها مواهب. بالنسبه للجون 2023 ندم الحاجه لي زاني 50 لي زاني 60 ازنف كان نوفو سوفل فوالا، يوكن ميم لا نوفيل جين بور سونسيبيليزي ان بتي بو لا نوفيل جينيراسيون دارني باش تزرن فريمون اللعيبه ذا ريتشان ذا شيخ دجان ذا شوثن باش نزر دارن كوني دارن مكان دون غواني دارن دون. أرزقي بوزيد نال حظه كأحد أعمدة الفن بولاية بجاية لتحمل الطبعة القادمة اسم قامة أخرى من قامات الوطن. وبهذا نختم نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.